هنا ببلدية بريان ولاية غردايا، سكان حي لاكابس يقومون بمعروف لوجه الله ولجميع سكان البلدة بدون استثناء. اليوم أبت هذا الحي، حي لاكابس في مدينة بريان ولاية غردايا، بتنظيم هذا المعروف أو هذه الصدقة لوجه الله في سبيل الله بنية رفع البلاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم هذه الصدقة وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. افتتح هذا المعروف بقراءة القرآن والدعاء لهذا الوطن العزيز حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الوباء ويسقنا الغيث النافع. هذه المبادرة الحقيقة بادر بها الحي كامل، وقاموا بجمع تبرعات باش نعملوا هذا المعروف لبنية رفع البلاء ويسغينا إن شاء الله ربي الغيث النافع إن شاء الله، ويبعد عنا المشاكل البلاد والجزائر كاع وبريان، والله يتقبل من كل محسن واللي يتقدم وعاون وساعد الله يفتح عليهم إن شاء الله وربي يتقبل. احنا بلدة بريان مشهورين بالولائم تاع المعروف هذه، وهي أنها تجمع تبرعات ونحي صدقة في سبيل الله، ويجتمع فيها أهل البلدة من قديم الزمان، ونحن نمشي في هذه الطريقة لرفع البلاء، ونطلب ربي باش يعطينا غيث النافع إن شاء الله، وربي يحفظ وليداتنا، وربي يحفظ إن شاء الله الأمة الجزائرية والأمة العربية والأمة المسلمة. ونشكر قناة السلام اللي راه شاركتنا في هذه المبادرة، إن شاء الله نجعلوها كل سنة باش تكون تراحم وتآخي وتحاب بين الإخوة. هذا المعروف توافد إليه جمع غفير من الناس ومن جميع الأحياء، كما حضر هذه الوليمة السلطات المحلية وأئمة وأعيان البلدة.